اطلق ديوان الخدمه المدنيه مدونه قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه باعتباره مشروعا جديدا يهدف الى الارتقاء بالموظف الحكومي من خلال وضع مجموعه من القواعد السلوكيه يلتزم بها الموظف لتحقيق الهدف الاساسي من ذلك المشروع بنود ومعايير تم وضعها خصيصا لترسيخ اسس الممارسات الجيده لموظفي القطاع الحكومي من خلال المشروع الجديد لديوان الخدمه المدنيه وهو مدونه قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه التي تحددت بموجبها مجموعه القيم والسلوكيات التي ينبغي على الموظفين الحكوميين اتباعها اثناء اداء مهامهم الوظيفيه من جهه ومع عموم المراجعين والمستفيدين من الخدمات الحكوميه من جهه اخرى المدونه وباختصار شديد هي عباره عن معايير لاخلاقيات العمل المهني في الجهات الحكوميه. هذه المعايير تحدد لكل الموظفين بشتى مستوياتهم القيم وسلوكيات التعامل فيما بين الموظفين مع الموظفين انفسهم وسلوكيات التعامل بين الموظفين والجمهور. فهذه بشكل مختصر هذه المدونة تضمنت العديد من النقاط الجوهرية التي تحتم على الموظف الالتزام بها والتعامل بها في ممارساته اليومية. المدونة يجب ان نعرف انها تقوم على خمس مبادئ اساسية. المبدا الاول تقوم على احترام القانون، يجب على الموظف ان يحترم القانون. تقوم على الحيادية، النزاهة، على اجتهاد الموظف، بالاضافة الى اقتصاد الموظف وفعاليته في العمل. كل هذه المبادئ بالاضافه الى التعريف اللي سردناه قبل شوي تصب في اهداف الاهداف المرجوه من وراء هذه المدونه. طبعا المدونه الهدف الاساسي الاول منها ترسي المبادئ العامه لقواعد وسلوكيات الوظيفه وتعمل او تعزز العمل بهذه السلوكيات. الإبداع الوظيفي والتنافسية بين موظفي القطاع الحكومي ستفتح لهم المجال إلى تطوير آليات العمل والبحث عن التميز والارتقاء بالعمل في الوقت ذاته فوائد المرجوة اللي, اللي قد يستفيد منها الموظف إن شاء الله تعالى وبصورة مباشرة فاستفادة ممكن تكون من خلال المكافآت المختلفة أو المكافآت المتعلقة بالأداء والسلوكيات على سبيل المثال مكافأة الانضباط الوظيفي وهي حوالي 200 دينار مكافأة العمل الخاص 500 دينار مكافأة الانجازات الاستثنائية 1500 دينار أو تصل إلى 1500 دينار مكافأة موظف العام وتصل إلى 1000 دينار كل هذه المكافآت ممكن أن يستفيد منها الموظف وبصورة مباشرة بعد التزامه بهذه المدونة وانطباق باقي الشروط عليه مبادئ الانضباط الوظيفي التي ارستها هذه المدونه اعتمدت على فكره الشفافيه والنزاهه والموضوعيه في سلوك موظفي الخدمه المدنيه اثناء تاديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفيه خوله لمركز الاخبار تلفزيون البحرين